قامت لجنة الحماية الاجتماعية التي شكلها دولة رئيس الوزراء بالعمل في هذا المجال ضمن 4 محاور رئيسية، وتالياً أهم الإنجازات التي توصلت لها هذه اللجنة ضمن هذه المحاور 4. أولاً، محور المساعدات العينية. تم تنظيم عمليات التبرع بالمواد العينية وحصرها ضمن 3 مواد، هي المواد الغذائية، المستلزمات الوقائية، ومستلزمات العناية الشخصية والنظافة المنزلية. كما تم تصميم نموذج يوضح تفاصيل المواد المنوي التبرع بها، بحيث يتم استلامها من قبل الهيئة الخيرية الهاشمية التي تتولى تجهيزها ضمن ضوابط تضمن تحقق متطلبات السلامة، ومن ثم توزيعها وفق الأولويات التي تحددها لجنة الحماية الاجتماعية. ثانياً، يجري الوصول حالياً بصورة عاجلة إلى أكثر من 30,000 أسرة من الأسر الأشد فقراً وحاجة، ومن الأسر غير المنتفعة من برامج المساعدات النقدية المتكررة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية أو أي من الجهات الأخرى، والذين تأثروا بالظروف الحالية لغايات توفير مساعدات عينية عاجلة لهم. تم التبرع بقيمة هذه الدفعة التي تقدر ب30,000 طرد غذائي من الضمان الاجتماعي، وتم تجهيزها بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة التي تقوم بتوزيعها حالياً. كما تم وضع 5,000 طرد غذائي تحت تصرف الحكام الإداريين المحافظين في المحافظات المختلفة، يتم توزيعها مباشرة وبالتعاون والتنسيق مع مدراء التنمية الاجتماعية على الأسر التي تحتاج إلى مساعدات آنية طارئة. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين تكية أم علي من الاستمرار في برنامجها لمساعدة 30,000 أسرة بالطرود الغذائية، واستمرت بعملها. أما على المجال المحور الثاني، وهو محور المساعدات النقدية، فقد بدأنا بتسليم المخصصات المالية لحوالي 105,000 أسرة من المنتفعين من المعونات الشهرية المتكررة من صندوق المعونة الوطنية، بالتعاون والتنسيق مع الحكام الإداريين ومدراء مكاتب صندوق المعونة الوطنية والبريد في مختلف محافظات المملكة، وبالتعاون ما بين هذه الجهات وإحدى شركات القطاع الخاص في محافظة العاصمة، حيث تم الانتهاء من تسليم هذه المخصصات لحوالي 40,000 أسرة في بيوتهم، ويجري العمل على تسليم باقي المنتفعين تباعاً. نرجو من المنتفعين التحقق من دقة عناوين منازلهم، إما بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه، وهو www.حماية.جو، أو بإرسال رسالة نصية صاد فراغ ثم الرقم الوطني للمنتفع إلى الرقم 94444، ومن رقم الهاتف الذي يرغب المنتفع من التواصل معه ليتم تحديد عنوانه وتسهيل إيصال معونته له. تم إيداع المخصصات المالية للأسر المنتفعة من برنامج الدعم التكميلي، وعددها 25,000 أسرة في الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية التي تخصهم. ثالثاً، ضمن محور إدامة خدمات الرعاية والإيواء المقدمة من دور الرعاية الأيتام وكبار السن والأحداث والنساء المعرضات للخطر والأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الحكومية والتابعة للقطاع الخاص والهيئات التطوعية، وبما يضمن منع انتشار فيروس الكورونا في أي من هذه الدور. رابعاً، ضمن محور استخدام البيانات الموجودة في السجل الوطني الموحد، تم التوافق على اعتماد هذه البيانات كقناة واحدة لاختيار الأسر التي ستتم مساعدتها إما مالياً أو عينياً، وضمن الضوابط التي تضعها لجنة الحماية الاجتماعية، علماً بأن هذا السجل موجود في صندوق المعونة الوطنية وفيه بيانات تعكس الواقع المعيشي وشدة حاجة الأسر لأكثر من 1,000,000 أسرة أردنية تقدمت بطلب للانتفاع بأي من برامج صندوق المعونة الوطنية. وتضمن هذه البيانات تفاصيل كاملة ضمن 57 مؤشر عن أحوال هذه الأسر الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك عناوين هذه الأسر وأوجه إنفاقها وممتلكاتها ودخولها ومصادر هذه الدخول وطبيعة عمل رب الأسرة وأفرادها،
وهل هو عمل رسمي مشترك في الضمان الاجتماعي أم عمل غير منتظم أو موسمي في الانفورمال سيكتر، موزعين وفق تصنيفات بحسب المهن أيضا مثل سائق تاكسي، حلاق، صاحب بقالة إلى آخره، وهي الفئات التي انقطع مصدر دخلها نتيجة الظروف الحالية وحظر التجول. ويقوم السجل بتدقيق هذه البيانات إلكترونيا من خلال ارتباط مباشر مع البيانات الإدارية في أكثر من 75 وزارة ومؤسسة وجهة رسمية حول كل الأردنيين حاملي الرقم الوطني. ما أرغب التأكيد عليه ضمن هذا المحور هو أننا نعمل من ضمن قاعدة بيانات توفر لنا مظلة تساعدنا في تنسيق وتوحيد الجهود. نعمل مع شركاء من القطاع الخاص والقطاع التطوعي الذين يمتلكون الخبرات الكافية في هذا المجال، وسنتمكن إن شاء الله من الوصول بالدفعة الأولى بالمساعدات العينية والنقدية لحوالي 350 ألف أسرة بدأت تتقاضى هذه الأسر معوناتها وتستلمها على أرض الواقع. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.